ايجابيه. جمهور الباسكت بيروح بيحضر الانديه، جمهور بيحضر المنتخب. جمهور المنتخب اللبناني برايك هو اللي كانوا الالاف ما بيحضروا انديتهم، ليه؟ شو السبب؟ ما هو نحن دائما عم نركز حديثنا على منتخب لبنان، ليه؟ لانه الحدث اللي حصل بالفتره الاخيره ما فينا نمر عليه مرور الكرام. بالضبط. يمكن واللي خلى الجمهور يرجع للملعب مش انه الطلب انه فتح الابواب امام الجمهور، فانه النتيجه الايجابيه اللي حققها منتخب لبنان امام منتخب الكويتي، ويمكن الفرصه والحلم اللي كنا عم نتحدث عنه صار قريب لهالسبب، انه الجمهور متعطش اساسا ليجي على يحضر. بس شو بصير لا سمح الله لو نحن زائد، عفوا فكرت شغله زائد، انه في عامل مادي يمكن انه الجمهور عم يدخل للملعب من دون بدل مادي، وهذا امر ما عم يحصل ببطوله الدوري. نعم. طب شو بصير لو مثلا هالحلم هذا اللي احنا عم نحكي عنه ما اجى وما انتقلنا للمرحله الرابعه والاخيره، برايك بيروح كل شيء؟ يعني هون ممكن هلا نحن ما نراقب الجو، ما نراقب الجو من خلال هذا الكلام اللي انت عم تحكي، نحن عم نحقق نتائج ايجابيه اليوم. هلا عندنا مباراة أخيرة الحسم 100% للتأهل بعد ما حصل، إنما في عندنا فرصة كثير كبيرة لنتأهل ولنصور نحن نلعب الأدوار النهائية. إذا أي شيء حدث هون نحن نحكي كل الناس يعني والمسؤولين واللي شفناهم على شاشات التلفزة عم يقطفوا هالفوز يعني معلش خلينا نقولها بكل صراحة، واللي شفناهم على شاشات التلفزة عم يقطفوا هالفوز. هون تصور راوي منهم يعني كرة السلة يعني انا احكي عن مسؤولين الدار يعني على كل حال مسؤولين انا بحاول بلك هيك بيصير في اشكال بس الكفايات تقيلة على مسؤولين صعب صحيح فهمنا بالحلقة صحيح ضربنا بعض اتفقنا على عمل ما تكرر على سبيل المثال. نعم. على كل الاحوال يعني نحن هون ما ننتظر، نحن ناطرين نتيجة ايجابية اكيد. نعم. بس في حال حدوث اي نتيجة سلبية لمنتخب لبنان هون بدي اشوف هالجمهور، هون بدي الجمهور يكون خلف المنتخب. نعم. مش وقت ما بحقق الانتصارات. نعم. هون بدي اشوف المسؤولين خلف منتخب لبنان مش لما حقق الانتصارات. نعم. انا برايي عم نستعجل، مزبوط كلامه 100%، لكن بدنا شويه وقت للدوري يرجع يقلع والجمهور يحضر. يعني نحن كلنا قلنا حوالي 6 سنين ما في جمهور اذا ماني غلطان. المستوى الفني للعبه كره قدم الفرق، يعني حتى اللاعبين دغري اول ما بلشت تقول لهم في حافز في $1000 تغير شكلهم، تغير نظرتهم لكرة القدم، يعني بدها شوية وقت. في بعضهم نعم رح نحكي رح نحكي عنه، يعني أنا برأيي ربيع كرة القدم قرب، بدها شوية وقت، بدها شوية وقت إنه الأندية والجمهور يحط ثقته بالأندية. يعني نحن بنعرف إنه الباسكت بول المستوى الفني كثير قوي، يعني بدك تحط مستوى فني قوي بكرة القدم بتلاقي جمهور. يعني أكيد اللي بحب يحضر فوتبول بفضل يقعد بيته وما يحضر الدوري اللبناني. نعم. لكن هلا بعد المنتخب أنا برأيي لو المنتخب ما تأهل عمل المطلوب منه. نعم. نحن شفنا الشخصيات هول عدة شخصيات بده يدعموا، هن عم بيقولوا إنه هدفهم مش هدفهم الممولين، مش هدفهم الدخول للمرحلة الرابعة، هدفهم تحضير بطولة آسيا المقبلة التصفيات. نعم. طب هول الممولين نعم. راوي عندها يعني هل في أسامي تبرعوا بس قرينا بعض الاسماء مع احترام بس بنقدر له هذا يعني سنتك يا اخي اتبرع شركه وورد صار في يعني حساب $100,000 حسب ما بعتقد من شركه يعني صار هلا حاليا انه نحن انا حسب معلوماتي انه المنتخب اللبناني لعب باللون الابيض لانه اللون الاحمر كان وزعوه الشباب بمباراه الكويت فما كان في بديل اللون الاحمر انا مثل ما عرفت انه المدرب ونحن معنا مستقبل هلا في اديداس مبدئيا سبونسر رح تكون للمنتخب اذا ماني غلطان انا عرفت من لاعب منتخب لبنان وعباس عطوه لاعب النجمه انه مبدئيا اديداس رح يكون سبونسر المنتخب بالمباريات المقبله ان شاء الله. هي قصه الكوستيمات قصه كبيره يعني حتى حكي عنها الاعلامي ابراهيم شبلي كان معي بالاستوديو بوجه تحية اكيد قال انه اي دعم عم تحكوا عنه طالما كوستيم بس توزع البدلات صار في عياد صرخه داخل الاتحاد انه ليش اعطيتوهم الاحمر ما عندنا غيرهم. نعم. لكن تيو بوكير مثل ما عرفت انه هو قال له بده يكب قميصته يكبها في عندنا غيره. نعم. وانا بالمناسبه طلبت بعد مباراه كوريا قميص من احد اللاعبين قال لي اذا بتروح ما عندي غيره. كابتن انت رايحين المستوى الدوري اللبناني ما نوصل لنقطه مهمه هي هذه المرحله اللي شهدتها هو التحكيم. يعني كثير من الانديه كانت عم تشتكي من التحكيم. تحكيم اللبناني اليوم الى اين؟ يعني يمكن انا بدي احكي عن مباراه كنت انا موجود عليها وكنت عم تابعها يعني هي بالمرحله الرابعه.
كنت عم تابع مباراة الأنصار والمبرة وتابعت مباراة شباب الساحل والتضامن سور. صحيح لك هو يعني هيدي مشكلة مزمنة بلبنان موضوع التحكيم يعني، وإذا بتلاحظ يمكن في فريق انظلم هالأسبوع، في فريق آخر انظلم الأسبوع المقبل، فيما يعني إذا بتلاحظ كل الفرق عم تنظلم بشكل عام. يمكن التركيز ما عم بيكون على فريق يعني، يعني قد يكون الخطأ غير مقصود وهون بيكون الخطأ مسموح للحكم يعني إذا كان غير مقصود. أما إذا في نادي ملاحظ إنه هو عم ينقصد دائما بالخطأ مثل مباراة المبرة والأنصار حصل فيها اخطاء، لاني ما انا حكم انا معلق، كان اخطاء كان يستحق هناك في هناك ظلم تحكيمي على فريق المبرة حصل، هذا امر واضح. عم بتشوف ظلم ام انا بعتقد يمكن اذا ما نقول متعمد يعني هناك مشكله كبيره. نعم. انا برايي الامور لحد الوقت غير متعمده من الحكام. انما اخطاء بتحصل يعني مثل ما بتحصل باي مباراه. حتى المباراه كان نزل بيان اعترض فيه بشده انه ذكر ايضا انه الحكم راوي، شو رايك وقت الحكم بيقول له للاعب سكر تمك بين قوسين احترام من المشاهدين الاعزاء، لما حكم بيستفز لاعب بيقول له هيك؟ هل بالباسكت بتشوف هيدا الامور؟ بالفوتبول عم نشوف هاي بالدوري اللبناني بالباسكت يعني كيف بدي اقول لك اياها بالعربي بدي ما بعرف، هي مش مسموح. معودين نحن انه اللاعب يعمل رد فعل بس الحكم يروح يستخدم. اكيد مش مسموح يعني، خاصه كمان انا يعني الموسم كره القدم تابعه هيك على الخفيف يعني، عرفت حتى مباراه الراسينج والنجمه مثل ما سمعت وقريت انه كمان كان في يمكن ظلم تحكيمي، كان في امر مستغرب من وليد اسماعيل مثل ما عرفت. صحيح عم نتحدث عن هالموضوع اكيد، لكن اكيد مش مسموح ابدا انه يمكن نراوي بس فكر بس انا بدي اقول شغله من ناحيه الباسكت، يمكن يكون الاخطاء التحكيميه انا ماني ضليع بالباسكتبول، قد يكون يمكن الاخطاء التحكيميه بالباسكتبول يمكن مختلفه عن الاخطاء بكره القدم، يمكن غير مؤثره بالشكل يمكن اللي بياثر على خصم الجمهور، يمكن هذا الفرق يمكن بيغير مباراه او بيغير مباراه. اذكر مباراه الراسينج والنجم، حضرتك محمد انت كنت موجود يعني على المباراة، فهون بين هلالين بين هلالين بغض النظر الظلم مع مين، يمكن انا حادثة حصلت وليد اسماعيل يعني بالتحديد لاعب منتخبنا الوطني يعني اللي حصل بتصور غير مسموح من وليد، اكيد غير غير مسموح من وليد كلاعب وكلاعب منتخب لبنان يعني، لانه دائما اللاعب اليوم ما عنده لاعب فوتبول، هو لاعب لازم يكون قدوة، لازم يكون عنده طبعا اللاعب لازم يكون عنده الثقافة الكبيرة لحتى على الأقل إذا في بعض الأطفال عم يحضروا أو عم يتابعوا، خاصة عم نتحدث عن ربيع سمعت تعليق لمدرب الراسينج إذا ماني غلطان كان في هجوم كبير على الاتحاد سعيد جريدين بس أنا بدي أقول شغلي هون هون بس محمد بالموضوع التوقيف ست أشهر يعني هون كمان بين هلالين على أي وليد وقف ثلاث أشهر ثلاث أسابيع صحيح على أي أساس يعني شو هو القانون اللي بيوقف وليد إسماعيل ثلاث أسابيع يعني في حدا جاوبنا شو هو القانون هو وليد حاول يعتدي على الحكم حاول يدفش الحكم صحيح شو القانون لمحاولة اعتداء على حكم أو دفش الحكم شو القانون اللي بيوقف لاعب فقط ثلاث أسابيع انتبه أنا عم بحكي بقانون عم بحكي مثلا وليد إسماعيل لاعب منتخب لبنان أنا واحد من الأشخاص اللي كانت عم زقف لا وليد إسماعيل أنا واحد من الأشخاص اللي كانت قاعد على أعصابي بمباراة بس أنا بهذه النقطة بس هون بس إنه في حدا جاوبنا لأنه عادة المشروع مثلا هجوم على الحكم بالضبط او بتوقف من 6 شهور لسنه يمكن اعتبروا اخلاق مشكله بس انا على كل الاحوال اعتبروا مثل ما يعتبروا بس إن لازم نحن نشتغل صح بس يصير لشغله بالنسبه لوليد اسماعيل وليد اسماعيل اعتذر من المنتخب بالمباراه اللي كانت بين الراسينج والنجمه اعتذر لانه كان مدرب المنتخب بس انا برايي وليد اسماعيل كان عليك تعتذر من ناديك الراسينج لانه انا برايي بكل حيادية مع كل محبتي لوليد وليد انت ورطت سعيد جريديني وانت تسببت بكل يلي صار من خلال الخطا اللي صار غلطه مرت بس انا عندي تعليق بسيط انك اعتذرت من تيو بوكير ومن المنتخب لكن لازم تعتذر من النادي من الراسينج لانه انا كنت عم بتابع المباراه بوقت لانه انا حسب ما سمعت سعيد جريديني اجى قال له وليد اسماعيل انه انا ما شايف الحاله سعيد قال له وليد انه انا نزلت على الكره يعني سعيد تورط بناء على كلام اللاعب باعاده الفيديو الكل شايف انه وليد يستحق البطاقة الحمراء من اول مرة فهون بدي اسألك راوي ثقافة بس من موضوع سعيد جريديني يعني تورط انا بلاحظ يمكن بكل مباراة عم تورط يعني في غير وليد اسماعيل عم تورط سعيد جريديني ببعض الامور يعني عم تحدث باي مباراة يمكن من جهة سعيد جريديني بين هلالين ما عندي اي مشكلة مع حدا بس عم نحكي الموضوع بشكل عام يعني معروف عم نصوب يعني بشكل عام على اليوم بثقافة اللاعب